هذه عادات تدمر حياتك الزوجية، اتركها فورا. كل ما سنقوله في هذا اللقاء أيها الأحبة مستمد من القرآن ومن سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أفضل حياة زوجية عاشها مخلوق على الإطلاق هي حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتراف أعداء الإسلام المستشرقين. هناك رجل ألف كتابا سماه المئة الأوائل أو المئة الأكثر تأثيرا عبر التاريخ، اختار شخصية محمد عليه الصلاة والسلام ليس كنبي، هو لم يختره كنبي، اختاره كإنسان ناجح جدا على المستوى الاجتماعي، ونجح على المستوى الأسري داخل أسرته، ونجح طبعا في مجتمعه، ونجح يعني على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي أيضا. النبي حقق نجاحات كثيرة جدا، طبعا ليس بذكائه صلى الله عليه وسلم بل بوحي من الله، يعني النبي لم يأتي بشيء من عنده، طبعا الله عز وجل أعطاه مواصفات عالية جدا من حسن الخلق والعلم والذكاء والتدبر والعفو والتسامح، أعطاه مواصفات كثيرة، ولكن ليس من تلقاء نفسه أو باستخدام ذكائه أو عبقريته كما يقول البعض كان عبقريا، يريدون أن يقولوا لك إن محمدا كان بشرا عاديا وليس نبيا، هو اجتهد وفكر وعمل وحقق هذه النجاحات. لا يا أخي، ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يحقق النجاح على المستوى الأسري أولا هو القرآن الكريم، هو التزامه بآيات القرآن، وأنا سأقول لكم بضع آيات وبضعة أحاديث، وسوف تدرك معي أن أي إنسان يطبق هذا الكلام ويترك هذه العادات السيئة صدقني لن يجد أي مشكلة في حياته إلا المشاكل اليومية الطفيفة. أول شيء أخي الحبيب وأهم شيء، يجب أن تعلم أنك ستموت. ربما يقول قائل ما علاقة هذا بالحياة الزوجية؟ مهم جدا. معظم حالات الطلاق والمشاكل التي تحدث نجد أن أصحابها يفكرون فقط في الدنيا، إذن التفكير بالموت مهم جدا، وهذا توجيه قرآني، قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم سوف تموت وكل إنسان سوف يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب بالله عليكم أنا أريدك الآن أخي الحبيب لكي تدرك صدق ما أقول، إذا أدركت أنك غدا ستموت واستيقنت بذلك، مهما كانت مشاكلك الزوجية ومشاكلك مع الأولاد، هل تفكر بالطلاق؟ لن تفكر به، ستقول أتحمل هذه الليلة ثم أذهب إلى الله، وتجد أن اهتمامك أصبح بشيء آخر، كيف سأؤمن مستقبل الأولاد؟ كيف سأؤمن مستقبل لهذه الزوجة مهما كانت سيئة؟ لن تفكر بطلاقها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، كل مشكلة تعترضك تخيل أنك غدا ستموت، تستحق هذه المشكلة أن أغضب وأنفعل وأشتم وأضرب وأهين من أمامي من أجل هذه المشكلة وأنا سأموت؟ كلما انغمست في الدنيا في بحر الدنيا ونسيت لقاء الله ونسيت الآخرة ونسيت الموت ستكثر مشاكلك وتتراكم عليك، هذه قاعدة يقينية أخي الحبيب. لذلك نجد أن القرآن ذكر الموت كثيرا أكثر من 100 مرة، أينما تكون يدرككم الموت، إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. آيات كثيرة تذكرك بالموت. إذن أول شيء تذكر الموت عندما تصادفك أي مشكلة، فورا ستهدأ، ستجد أن الدنيا لا تستحق هذا الاهتمام، ستجد أن المشكلة التي أنت بصددها غالبا تكون مشكلة مادية، مشكلة اجتماعية،
مشكلة تتعلق بمصروف البيت، بالأولاد، بزيارات الزوجة، بأشياء يعني كلها أشياء بسيطة أمام الموت، أمام مصيبة الموت. لذلك أخي الحبيب، إذا تذكرت الموت كل يوم وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت، سوف تقضي على نصف مشاكلك فورا، لن تفكر فيها. الشيء الثاني أيها الأحبة، يجب أن تعلم أن الصبر له أجر عظيم. وأقول وأكرر، معظم من يصلون لمرحلة الطلاق لم يدرك هذه النقطة المهمة، لم يدركها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عدم الصبر عادة سيئة، الغضب عادة سيئة، الانفعال عادة سيئة. الصبر أخي الحبيب له ثواب عظيم جدا، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والمغفرة، سنتحدث عن الصبر ثم المغفرة. لأن الصبر أخي الكريم ماذا يفعل بك عندما تحدث معك مشكلة في بيتك؟ أول شيء تتذكر أنك أيضا ستعود للموت، لأن الصبر ضياء في القبر. ستتذكر أنك ستقف أمام الله، أنك ستواجه ملك الموت أولا، ثم تنزل في قبر مظلم. لن يضيء لك حياتك بعد الموت إلا الصبر والعمل الصالح. ثم ستقف أمام الله ليقول لك على لسان الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تجد، تخيل هذا المشهد فقط، أن ملائكة الرحمن تأتيك بأبهى صورة وتدخل عليك من أبواب الجنة من كل باب، وتقول لك: سلام عليكم بما صبرتم. بالله عليك، ألا تستحق هذه النتيجة أن نصبر قليلا؟ وهنا أحبتي في الله، هذا الكلام ينطبق على الزوج والزوجة. ألا يستحق هذا الموقف الذي ستدخل فيه جنات من دون حساب؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألا يستحق أن تصبر على أذى زوجتك؟ ألا يستحق أن تصبري على أذى زوجك؟ طبعا يستحق. نحن الآن إذا كان لدينا مشاكل مشتعلة بين زوجين بسبب غلاء المعيشة والبيت والمصروف والعمل والظروف وأشياء أخرى، وبشرت زوجتك أن هناك بيت جميل سننتقل إليه، بيت فيه كل الرفاهية والخدمات، وهناك الكثير من المال ينتظرنا، ما هو إحساس العائلة في هذه الحالة؟ كل العائلة ستفرح وستنسى المشاكل. طيب، أنت الآن كلما صادفتك مشكلة تذكر ثواب الصبر عند الله، جنات تدخلها بغير حساب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العفو أيها الأحبة، العفو اسم من أسماء الله. عندما تعفو وتغفر، هذه ثقافة يجب أن تتعلمها وتمارسها كل يوم في بيتك. هناك عادة سيئة، حب الانتقام، عدم التسامح مع الناس، عدم التسامح مع الزوجة والأولاد. هذه العادة السيئة أخي الحبيب يجب أن تتوقف عنها فورا، وأن تستبدلها بعادة رائعة جدا هي العفو، أن تعفو، أن تغفر. تذكر معي هذه الآية العظيمة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أعفو عن زوجتك وأصلح الخلل الذي بينك وبينها، وخذ الأجر من الله، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ كلما صادفتك مشكلة تذكر هذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. النبي علمنا دعاء عظيما قال، وبخاصة في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله يحب العفو، فعليك أن تبدأ منذ هذه اللحظة بممارسة العفو، ليس مع زوجتك فقط، مع كل الناس، أن يصبح العفو طريقا لك، سبيلا تسير فيه، منهجا تتبعه في حياتك. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا أخي الحبيب، هذه ثلاث عادات سيئة استبدلها بثلاث عادات قرآنية. أولا، استبدل عادة التفكير بالدنيا والانكباب على الدنيا
بعادة أخرى هي التفكير بالموت، تصبح عادة يومية. استبدل عادة حب الانتقام والغضب والانفعال بعادة الصبر. استبدل عادة عدم التسامح والتسرع والتهور بعادة جميلة جدا يحبها الله، هي العفو، وتمتع بحياة زوجية رائعة جدا. ولا تنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذه الآيات فكان سعيدا في حياته. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا جميعا على حل مشاكلنا، وأن نخرج من هذه الدنيا كما يحب الله ويرضى، وهو راض عنا سبحانه وتعالى جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.